الإجراء الحكومي الجديد الهادف لمواجهة انتشار سلالة أوميكرون في بريطانيا يدخل حيز التنفيذ، حيث بات مطلوبا من جميع المسافرين القادمين إلى إنجلترا إجراء اختبار كورونا قبل السفر ب 48 ساعة على الأقل، في حين يفرض على القادمين من الدول المصنفة حمراء حجر فندقي لمدة 10 أيام. The question of the additional PCR test that people come to this country will take is a precautionary measure. مسألة إجراءات فحوصات إضافية على القادمين إلى البلاد نتخذها كإجراء احترازي، وأعتقد أنها شيء صحيح الذي يجب القيام به، لكن بطبيعة الحال فإن المواجهة الحقيقية لأي متغير بما في ذلك أوميكرون هي الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح. القرار الجديد يضاف إلى قرار سابق طبق الأسبوع الماضي وينص على إجراء اختبار كورونا في اليوم الثاني للوصول، وعليه عبرت شركات السياحة والسفر عن استيائها من إجراء المسافرين الاختبارين خلال 4 أيام بسبب التكلفة التي ستغير من خطط القدوم إلى بريطانيا. هذه الخطوات مهمة جدا، طبعا الطيران وشركات السفر والفنادق والسياحة والضيافة تحتاج على ذلك لأنها ستعرقل السفر، ستشجع كثير من المسافرين على عدم القدوم إلى بريطانيا، لكن الخطر الأكبر على المجتمع بشكل عام، لذلك يجب أخذ خطوات احترازية مهمة. الحكومة تقول إن إجراءاتها مؤقتة وتهدف للحد من انتشار سلالة أوميكرون، في حين دعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الحكومة إلى بذل كل ما في وسعها لتقليل تكلفة اختبارات كورونا. في 20 من الشهر الجاري ستراجع الحكومة البريطانية الإجراءات الجديدة واضعة أمامها أعداد المحولين إلى المستشفيات كمقياس وحيد لتحديد شكل القيود القادمة بين التخفيف والتشديد. عمر بشير، الغد، لندن.